اكثر ناس بتلاقيه بيغمز في الناس مين؟ اللي بيغمز في الناس مين؟ اللي هو كل حياته كلها غلط. بصير يغمز في الناس، بصير يغمز في الناس. واكثر من يدعي الشرف النساء اللي غير شريفات. بقول لك مين قال لك هذول؟ وانت ايش يا اختي؟ وقيسها على كل شيء حتى تعرف مرات شو ردة فعل هذول الناس. هذول الناس الطهارة بتستفزهم وبيعرفوا انه هذا مش جوهم. واليوم المتغيرات في العالم العربي استفزت، اذا بتلاحظوا قطعات هائلة من الناس. انتم بتستغربوا شو قصة هذول؟ كيف بعثوا هيك كلهم مع بعض؟ كيف بعثوا كلهم مع بعض؟ كلهم من النتن اللي بيعيشوا فيه ومدركين انه الاجواء الجديدة ما بيعرفوا يرقصوا فيها. ايش يصير فيهم؟ سمكة ما هي بتعيش الا في المية، وهم ما بيعيشوش الا في اجواء معينة. ايش تخنقهم انت؟ انت لازم تظلك ماشي على طريقتهم. والشعوب كلها قاعدة بتصح. يا ما حاولوا يضللوا الشعوب، واستخدموا كل الوسائل الممكنة مشان تفسقوا الشعوب، بتفاجئهم الشعوب ترجع الى ربها. الله اكبر، كل هذا اللي بيعملوه وبيرجعوا لربهم، واحنا شو نعمل؟ هذا تفسير. شفتوا لما قتل اخوه؟ هذول اللي بتشوفوهم اليوم، والتطبيل كله، وبتفتح الفضائية هاي، وبتفتح الفضائية هاي، وبتفتح الفضائية هاي، والله اكبر شو هالهجوم، وليش هالاحقاد ما كانتش مبينة؟ ها ولا إيه؟ ولا يا اخوي انت بدك تيجي تصادر كل ماضي، والمستقبل برضو ما بالنسبة له ما بيعرفش ايش. نفس القضية. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم، ما هم برضو اليوم في من أهل الكتاب من عنا، يعني مسلمين من أهل الكتاب، كان بينهم وبين القرآن يعني زي ما بين النصارى والإنجيل الصح أو اليهود والتوراة صحيح. في منهم بيقولوا عن حالهم مسلمين، لا يا أخوي، ماخذين الإسلام عادات وتقاليد وما لهم ارتباط أصلا بحقيقة الإسلام. زي كثير يعني هيرتزل كان ملحد بس يهودي، وعنا ملحدين بس مسلمين، تمام؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. شوفوا العجيب كيف انتهت الآية، إن الله على كل شيء قدير. شو يعني هذا؟ شو يعني هذا؟ انتوا افتحوا صدوركم شوية وكونوا واسعين، لأنه راح يغيرهم الله. بس هلقيت بدك تشوف منهم نباح كثير. اليوم بدك تسمع منهم نباح كثير، مليين الفضاء كله نباح ونواح، نباح ونواح، لأنه بتتشيع جنازتهم. وبالكم بقدروا يوقفوا في وجه الحق الزاحف؟ في وجه الحق الزاحف ابدا، انتهى هذا من زمان خلاص. حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. طيب نرجع. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه شمعنا هم من دون الامم كلها بيحسدوا لانه الحق عندك، بيحسدوا لانه الحق عندك انت. كلهم مدركين انه الحق عندكم على فكرة. ليش اهل الكتاب يعني كل طاقاتهم الاعلامية وتفاصيل ضد الفكرة الاسلامية بالذات؟ ما في افكار كثيرة في اصلا الاف الاديان في الدنيا، ايش معنى الاسلام؟ لانهم مدركين قصورهم امام الاسلام، مدركين تفوقه. ما فيش عندهم زي ما عندهم، ما فيش عندهم، واضح هم بيشعروا انه ايش احنا الصح. شوف في بعض واحد مسيحي كانوا داخل على درس من دروس الدروس هاي، فبيعقب شو بقول؟ تذكروا احنا حكينا عن مريم عليها السلام، فبقول مش صحيح انه مريم ابوها اسمه عمران. وهو القرآن شو بقول؟ مريم ابنة عمران، مش صحيح. قلنا له ممتاز، شو اسم ابوها مريم عندكم؟ مش بقول مش صحيح حتى تشوفوا كيف الحسد.
شو اسم أبوها مريم عندكم؟ الزلم غاب له أسبوع كأنه دور قام حط سأل كساوسة بحش ملكيش الهاب فيش 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 اسم لأبوها مريم إيه نزنق الزلمة فولا هو بعد فترة قال اسم أبوها هالي أنو هالي هذا قال خطيب مريم اسمه يوسف أبوه اسمه هالي ما هي تنسب لخطيب أبوها يا أخي قبل ما تخطب إيش اسم أبوها إحنا بدناش بعد ما خاطبة قبل ما تخطب شو اسم أبوها قال هالي انتبهتوا طيب قلنا له أخو قلنا له صح أبوها أبو يوسف اسمه هالي هذا في إنجيل كذا بس كأنك مش قارئ الإنجيل الثاني اسم أبوها أبو يوسف يعقوب انتبهوا حتى يوسف خطيب مريم مختلفين في اسم أبوه في إنجيل بيقول يعقوب وفي إنجيل بيقول هالي تفضل وما فيش عندهم اسم لأبو مريم وبيجي بيقول لك شوف الحسد مش بنقول حسد من بعد ما تبين لهم الحق ومش بيكونش جايبها منه كلهم بيقولوها ابدا مريم ابوها مش عمران طب ماشي انا ابوها كلك مش عارفين بس مش عمران خلاص تبهتوا حتى مش عارفين بس مش عمران يعقوب اهلي اي واحد بس ما يكونش عمران ليش طيب كان كثير منهم تجدهم اليوم تقول له انت مسيحي بقول اه يهودي بتقول اه قال بتلاقيه بيستنكر على الاسلام انه في رق في ايش رق في رق وين في القران انا شايف فيش ولا ايه بتقول استرك وفي بقول اعتق طب ما هو مكتوب عندكم الرق موجود في التوراه لعلمكم الرق موجود في التوراه استرك وتفاصيل موجود طب كيف بتغمض عن الرق في التوراه وبتيجي بتقول بتحكي معي انا طب ما هو اول شيء بدك تفهمني انت مؤمن يعني بالتوراه والانجيل مؤمن ولا مش مؤمن مشان نعرف نحكي معك تيجي بتعترض علي في موضوع الرك اللي الله القران نزه القران يقول استرك وكله فك رقبه وتفاصيل وبعدين بتيجي بتقول لي شرع الرك بنقول لك الاسلام اباح تعدد الزوجات طب لو كشفنا فتحنا التوراه بنلاقي ابراهيم معدد عليه السلام املاقي طيب ويعقوب معدد طب وشو قصتكم اول مره بتسمعوا في التعدد اها لو بدك تفتح شو تجدهم طب ليش بسلكوا هذا السلوك ليش بتناقضوا بهذه الطريقه كان قال لك المراه في الاسلام والمراه ويا بوي يا بوي لو تشوفوا المراه في التوراه والانجيل بس مش موضوعي انا حس اهتم واوريكم شهي المراه اصلا في التوراه والانجيل وكان كل ما جاء في الاسلام قال صاروا يتكلموا في الاسلام طب وعندكم لما تشوف الانسان بهذا السلوك بهذه الطريقه بيسلك واضح اللي هو كشفها القران هل تنقمون منا الا ان امنا لحظه بالله بعدين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بصير في حسد معناته شاعر هو على فكرة بتفوق فكرتك ليش هو مش معني إلا بيكذب عليك بيكذب عليك مستعد يكذب ويزور الحقائق ويقتنص من نصوص يأخذها من سياقاتها ويقول لك اتفضل وما مش مستعد يكون موضوعي هو دائما بيعلمك كيف تكون موضوعي في الدراسة والبحث لما يجي الإسلام ببطله ليش؟ شاعر إنك متفوق عليه هو متفوق بالمال واليوم وبالسلاح وبالمدنية أو التكنولوجيا والتفاصيل هاي كلها وبشعر إنك أنت تشعر إنك متفوق عليه في العقيدة وثقافتك اخترقوا كل الأمم إلا الأمة الإسلامية ما قدروا يخترقوها خصوصا العرب وذلك لما بيشوفوا العرب الآن بيرجعوا معناته كل جهودهم قرون لإضلال الأمة انتهى